اعتقادي انه كل دول العالم صار بشكل ظاهر عم تشتغل لبشار الاسد، والمستفيد من خروج امريكا من سوريا هو نظام بشار الاسد. طبعا يعني هي حرب على الاسلام كله، يعني شلون ما كانت هي حرب على الاسلام. اتراك بشكل عام مشان صفقة الصواريخ اللي تمت بدأت تتم هلا بالوقت الحالي، هو الاتراك كون انسحبهم قوات الامريكية، لانه منطقة شرق الفرات ومنطقة الاكراد تشكل خطر على الاتراك، فلذلك هم المستفيدين الاول هم الاتراك. والله هلا الامور بشكل عام ما يبينين، يعني بشكل عام هلا ممكن لبعد فتره تبين اكثر. المستفيد الاكبر بتوقع انا ايران، لانه هالتجربه عشناها في العراق، صارت في العراق بالضبط. هلا برايي انا المستفيد الاول والوحيد هو النظام قولا واحدا. هي سحب القوات الامريكيه من مناطق شرق الفرات هي يعني خرط اوراق على تركيا، ونحن شفنا كمان انه تركيا اثرت في المرحله بعد ما تم سحب القوات، قالت انه احنا رح نطول بعدنا لحتى نشوف ايش بده يصير. المستفيد الاول والنهائي هي قوات النظام، يعني ممكن يكون في اتفاقيات ما تحت الطاوله ما بين امريكا وروسيا على هذا الموضوع. ان شاء الله المستفيد الاكبر هو تركيا بسبب التقارب بين الرئيسين ترامب واردوغان. هو بالاخير راح يكون باتفاق اكيد، يعني مشان النفط، انه شو بتكون يا امريكا النفط، خذ النفط ونحن بناخذ الارض. يعني ما فيك تتنبأ المستفيد، لان السياسه الامريكيه سياسه يعني بتصب في مصالح امريكا بشكل اساسي، ما بتهتم في مصالح الشعوب نهائيا. نحن بنتمنى انه يكون الانسحاب الامريكي في مصلحه القوات التركيه.